السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد للصف الأول الإعدادي. نبدأ على بركة الله. أهلا بك يا صديقي طالب الصف الأول الإعدادي، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ وحشني. يا رب تكونوا بخير وإن شاء الله كلكم ناجحين. عايزك كده تركز معايا، ولو أنا جيت سألتك قلت لك إيه شرط النجاح؟ هتعمل إيه عشان تبقى ناجح؟ هتقول لي أنا مش عاوز من الدنيا يا مستر غير لقمة خفيفة وهدمة نظيفة وربي لي بطة وأنام متغطى. يا جدع عيب عليك. خد بالك لما اجي اقول لك ايه هو شرط النجاح، وانت عشان تنجح تعمل ايه؟ اذاكر. برافو عليك. طيب تعالى بقى بص المثال دوت، ان تذاكر نجح تنجح. اسمه ايه؟ اسلوب الشرط. الاسلوب ده اسمه اسلوب الشرط، ان تذاكر تنجح. شايف بسيطه ازاي؟ طيب اسلوب الشرط ده بيتكون من ايه يا جميل؟ بيتكون من 3 حاجات. رقم 1 عندنا اداه الشرط، ماشي؟ ان ما غير العاقل، من للعاقل، متى للزمان، مهما لغير العاقل، واين واينما ليه للمكان. نقولهم تاني، ان من ما متى مهما اين اينما، خليك فاكرهم. من دي ادوات شرط جازمه بتجزم فعلي الشرط والجواب. يعني من الاخر كده خلي بالك، بتجزم فعلين مش فعل واحد. الاول منه اسمه فعل الشرط، والفعل التاني اسمه فعل جواب الشرط. نقولهم تاني، ان من ما من متى مهما اينما، طبعا في اين. طيب احنا اتكلمنا عن اداة الشرط، طب هنتكلم على ايه تاني حاجة؟ فعل الشرط. ايه هو فعل الشرط ده يا مستر؟ اقول لك يا سيدي، هو ده اللي بيترتب عليه جواب الشرط. يعني لما بتعمل انت حاجة بيحصل ايه؟ بيحصل حاجة. انا مش فاهم، مش انا قلت لك ان تذاكر تنجح، صح كده؟ طيب فعل جواب الشرط ايه هو؟ ده الفعل اللي بيكون نتيجة الشرط اللي ايه اللي قبله. يعني اديني مثال يا مستر لو سمحت بعد اذنك. حاضر يا فندم تحت امرك، بس ركز معايا بعد اذنك. يلا نتوكل على الله. زي لما اجي اقول لك ان تتفوق تسعد، واخد بالك؟ تتفوق تسعد. لو قلت لك من يرضى بالقضاء يلقى خيرا، زي لما اجي اقول لك ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. هتيجي دلوقتي تقول لي طب يا مستر انا عايز اعرف ايه هي علامات جزم الفعل المضارع. حاضر تحت امرك، خليك معايا. علامات جزم الفعل المضارع 3. رقم 1 عندنا السكون، ده اذا كان الفعل صحيح الاخر. يعني ايه؟ يعني اخره مفيش حرف عله، وطبعا بيبقى السكون. 2 حذف النون، وده اذا كان الفعل من الافعال الخمسه. رقم 3 حذف حرف العلة، ده اذا كان الفعل معتل الاخر. ثواني بس يا استاذ عشان انا ما فهمتش انا كده. عيب، انا مش هسيبك غير لما تفهم، مش هسيبك ما تقلقش، خليك تشرب الدرس كده استنى معايا. رقم 1 احنا قلنا ايه؟ الفعل الصحيح الايه؟ الاخر. زي ايه؟ وعد، فهم، كتب. واخد بالك انت من اخر حرف؟ واخد بالك انت من اخر حرف؟ هنا في ايه؟ قبليهم بيجي ايه؟ اداه جزم. اداه جزم هنا لما نيجي نعربه نقول ايه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون، لانه فعل صحيح الاخر. بص على اخر حرف ما فيهوش حرف يلا. رقم 2 الفعل المعتل الاخر. زي ايه بقى؟ وع، قضى. هنا في سبقته ايه؟ اداه جزم اللي هي ان من ما اللي احنا قلناها. طب بنعربه ايه؟ بنقول فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم وحذف حرف العلة اللي نرمت الاخر، بنحذف اخر حرف دوت يا شباب، واخدين بالكم؟ طب رقم 3 يا مستر، فعل من الافعال الخمسه. زي ايه؟ تفهمان، تفهمون، تفهمين. طبعا برضو مسبوق بايه؟ اداه جزم. طب بنعربه بايه؟ نقول ايه؟ نقول يلا معايا، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم وحذف النون، لأنه فعل من الأفعال الخمسة. الله أكبر، زي الفل، برافو عليكم. طيب هتيجي دلوقتي تقول لي طب أنا عايز أعرف السؤال الامتحان بيجي إزاي؟ بص كده شوف، أدي سؤال الامتحان نفسه بيجي نفس الطريقة ديت. بص يا سيدي بيقول لك إيه؟ استخرج أساليب الشرط مما يلي وحدد أركانها. تمام؟ أول واحدة إن تتفوق تسعد. ماشي، نفس المثال اللي احنا قلناه من شويه، بسيطه اهي. ايه كل اللي عليك يا معلم؟ انك تطلع هنا اركان اسلوب الشرط. فين اداه الشرط؟ ان. برافو عليك. طب فين فعل الشرط؟ تتفوق. طب فين فعل جواب الشرط؟ تسعد. يا حاجه دي ان اداه الشرط، ها اللي بيجي بعد اداه الشرط على طول بيبقى هو ده فعل الشرط. خلي بالك بقى، خليك ركز، اللي بيجي بعد اداه الشرط بيبقى فعل الشرط. بعد كده بنشوف جواب فعل جواب الشرط، بس خلي بالك ان الجمله دي ايه؟ من 3 كلمات بس. طب بص كده، بص الجمله دي، من يرضى بالقضاء يلقى خيرا. احنا قلنا فين اداه الشرط؟ اهي، برافو عليك، من. طب يرضى، خلي بالك ان هي طبعا محذوفه بحذف حرف العله، خلي بالك.
ماشي. طيب فعل جواب الشرط هو هنا ايه؟ يلقى. لو استفدت من الدرس ما تنساش تعمل لايك، واتمنى يا رب ان انا اكون ربنا وفقني ان اقدر اشرح لكم الدرس وتكونوا استفدتوا مني. رحياتي ليكم والى اللقاء في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.